اخر حاجه لطيفه معانا النهارده، فيديو لطيف. شخص قرر انه يكسر الملل في الحظر في ايطاليا. عمل ايه الراجل ده؟ قرر يخرج للشارع ولابس وحيد القرن علشان يرمي القمامه زي ما حضراتكم شايفين الفيديو معانا. شخص تقريبا عمل كده لانه اكيد خايف من العدوى وربما كمان خايف من الشرطه. ايه رايك كمان في الفيديو ده؟ هو ده مش وحيد القرن، ده حيوان اسطوري اسمه يونيكورن. يونيكورن اللي هو بتبقى ايوه على مستوى السلام اللي هو دي دايما بتطلع في الفيري تيلز للاطفال كمان اللي هي الكاركتر اتس فيري تيل كاركتر معروفه اللي هي اليونيكورن. فهمت انا كده. ايوه اللي هي يعني حيوان صغير كذا الحصان الصغير وليه قرن كده زي ما انتم شايفين الهورن بتاعه ده اللي هو القرن الماجيكال يعني سحري بيعمل الحاجات بقى يعني وشكله لطيف وربما يفرح يفرح كمان لو في اطفال بتشوفه او حاجه يعني الناس بتحاول تكسر الملل يعني بدل التيك توك في مصر المغرق الدنيا في السوشيال ميديا والستات اللي بيغسلوا المواعين في البيوت وبيفرطوا البسله يعني الدنيا رياضه برضه رياضة. بس والله فيديو رياضه الصوابع ايوه بس لا بس يعني انا عجبني الفيديو فعلا فيديو والوانه مبهجه يعني هو حتى اختار الوان حلوه لليونيكورن.